بغض النظر محمد صديق يعني هو في ناس كتير في ناس طلعت ناس كتير أو جوه يعني في ناس كتير 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 جوه كتير قوي قوي فوق عقلكم فوق عقلكم وفوق ما أي حاجة بتوحي لعقلكم إن هم عدد معين لا ده أكبر كتير فوق ما أنت خيال لا أشخاص كانوا بيعدوا الشارع بيشتروا حاجة من السوبر ماركت ثم أنا نفسهم في عربي يعني ما موضوع كبير ف التعامل أنا عارف إن سامي طب تعالى ادفع مصر محمد سامي للحية اللي تشال والغاية العسكري أبو دبابات وفال
نساؤوه هنا بدمهم أخذوا البلد منهم، زرعوها معتقلات. بلدنا دي طيبة من سالف الأزمان، من عهد بينا زمان ولحد حد الآن. لو شعب غيرنا ده كان أكل البشر وزرع. الجدر أصله أصيل، الغلطة غلطة فرع، واللي في قلبه حليب بيعود لنفس الضرع. السيرة من المبتدأ من عند ناس فرعون، من شعبنا اللي اهتدى ولحد نابليون، وجيوش كليبر بحالها طالبه نجدة وعون، ولحد لما الملك استنى على التليفون وقالوا له خد مركبك وارحل الى روما، ومفيش يا بلدي غبي قامت له هجومه. احمد عرابي اتهزم وعبيد ما سابش الفرس، وسعد باشا ابو باشا شد حبل الجرس. مصر القديمة التي لسانها يوم ما انخرس، ولا عمرها سلمت لجيوش يوم انحرس. واسأل، اسأل محمد فريد نايم في مرضه عليل، قاسم أمين الذي حرر بنات النيل، وشوف يا عمي بعينك مصطفى كامل، أبو عود نحيل واقف في أوروبا لك بالنصر، مصر اللي لو مالت بتميل في ناحية مصر. الأولى يا بلد، والتانية يا ولد، والتالتة يا علم. الأولى يا بلد خالد سعيد ما شربش، والتانية يا ولد سجل حضور ما هربش، والتالتة يا قلم أنا موت إذا ما كتبش. الأولى يا بلد خالد سعيد ما شربش وربنا شاهد، والتانية يا ولد سجل حضور ما هربش وفي الحياة زاهد، والتالتة يا قلم أنا موت إذا ما كتبش وكلمتي تجاهد. الأولى يا بلد خالد سعيد ما شربش وربنا شاهد على اللي حصل وياه، والتانية يا ولد سجل حضور ما هربش وفي الحياة زاهد والحياة تعباه، والتالتة يا قلم أنا موت إذا ما كتبش وكلمتي تجاهد. يا عباد الله، سجل معايا الآن، افتح لنا الدكان، اكتب تاريخ البلد بالصبر والغليان، نقسم سوا التعذيب، نقسم نقسم سوا الدخان، الشاي تقيل مظبوط يا اول جدعان، والسيرة كيف هتموت والراوي مش انسان، الراوي على الجدران وفي دم ما بينشفش، في الحزن والحرمان والحزن ما بينشفش، الراوي في الميادين وفي دموع التين، وفي ضحكتك ياما يا ام الاسد واللين، الراوي يا عمنا انضف من الجرانين، اطهر من الاولياء واجدع من الساكتين، والراوي بكره يقول مين اللي كان مسؤول ان الشباب الجدع يتحولوا مساجين، والراوي بكره يقول اني نزلت لدول، واني نزلت لدول، واني خرجت لدول، واني خرجت لدول، اني لنا دلدول ولا ليا يوم مصلحه، اني انا الغلبان اللي اترمى للراحه، انا اللي حمد الله على نسمه المروحه، وعشت ياما سنين من مطوحة لمطوحة، تعبت ياما كتير وبنيت جدار في الحشا، تعبت أنا والجيل وحلمنا من غير عشا. يا أول الحكايات يا آخر الحكايات، يا غنوة للسماوات يا منورة السماوات، يا مبتدى النهايات أو منتهى البدايات، أنا لسه عندي حاجات عاوز أقولها لكم،
كان لابد الزراس يجي فيا انا بدلهم. يا شعب مصر الحر، يا سكرات المر، ابلغكم انا القاتل وانا المقتول، انا السائل وانا المسؤول، انا الزارع وانا المحصول، انا الخير وانا الاتخان، انا المسجون وانا السجان، انا الصادق وانا الاخوان، انا القهوه وسكرها، انا اللي فال وسكرها، انا الاوان واذكرها، انا اللي خالد كتير حكايه، انا النساي وانا الفاكر، انا ساكر لكن عاصي، انا شايلك على راسي وانا اللي رميكي بايديا، انا شويه وانا اللي كتير، وانا اللي نزلت بالتحرير وانا اللي مشيت بالتحرير، انا اللي وافقت على التسجيل وانا اللي رفضت بالتسجيل.